السلام عليكم وهلا والله بحبتي واصدقاء متابعي قناتي الاعزاء، اتمنى تكونون بخير وصحه وعافيه وجناكم اخر اخبار المنتخب العراقي. يلا خليكم ويانا. يخوض منتخبنا الوطني مواجهة دولية ودية ثانية أمام نظير الإكوادوري مساء هذا اليوم في تمام الساعة 8:30 في العاصمة الإسبانية مدريد. هذا سننقل مباراة اليوم على القنوات الآتية، وهي كل من قناة الكاس المفتوحة وقناة الرابعة سبورت وقناة الرياضية العراقية، والتي سوف يسبقها استديو تحليل. هذا وقد خاض المنتخب الوطني آخر وحداته التدريبية في مدريد استعدادا لمواجهة الإكوادور اليوم السبت في تمام الساعة 8:30 بتوقيت إسبانيا، 8:30 بتوقيت بغداد. هذا وسيحتضن ملعب متروبوليتينا الخاص بنادي أتلتيكو مدريد المواجهة المرتقبة. تدريبات اليوم اللي يحتضنها ملعب المونسيبيال بليفال شارك فيه عدد من اللاعبين باستثناء اللاعب أحمد يحيى وأحمد زيرو بسبب الإصابة بشد عضلي، ومن المحتمل أن يزج المدرب راد شنيشل بعدد من لاعبينه الذين لم يشتركوا في المباراة السابقة أمام المكسيك. وهذا وسيرتدي منتخبنا الوطني زي الأخضر الكامل، بينما يرتدي منتخب الإكوادور القميص الأصفر والسروال الأزرق الغامق، وسيقود المباراة طاقم حكم برتغالي مؤلف من جوستافو كوريا وتياغو كوستا وبيدرو رابيرو وكارلوس ماكيدو حكم الرابعة. أما عن اللاعب هيران أحمد، وفي خبر عاجل بسبب إصرار التواجد مع منتخبنا الوطني لخوض مباراة ودية أمام المكسيك والإكوادور خارج أيام الفيفا داي، إدارة نادي ثون السويس تطالب لاعبها المحترف هيران أحمد بالعودة فورا إلى سويسرا وترك وفد منتخبنا الوطني في إسبانيا. لهذا سيغيب اللاعب عن مباراة اليوم حسب ما وصلنا طبعا، وقد يعود لمباراة كوستاريكا. جدا ممنونين من عندك يا هيران، وعليك التزام بالعقود الاحترافية، ونتمنى لك كل التوفيق وننتظرك في البصرة. أما اللاعب علي فاضل اللي صرح وقال لقد تدربنا جيدا لمباراة الإكوادور ونحن جاهزين ونسعى إلى لعب كرة قدم جميلة أمامهم وبغض النظر عن نتيجة المباراة. فيما صرح القناص القادم عمار محسن قائلا لقد تحقق حلمي الكبير وهو تمثيل منتخب العراق. أما عن اللاعب المحترف علي الحمادي اللي نشر صورة على الجي الخاص بستوري على الانستغرام كتب فيها مرة سنة ونتمنى العودة من جديد إلى صفوف الوطني. المدرب عبد الغني شهد غازي الأمين الدخيل حيث صرح قائلا على الاتحاد العراقي أن يعمل راتب للاعب أمين الدخيل بقد راتبه بالنادي ويجيبوه للمنتخب، لأنه لازم يقنعوه بأي طريقة، لأن أمين الدخيل لاعب مميز ومحتاجيه جدا بهذا المركز. شين أنت ما عرفتك؟